بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، فقد جالت بي الذاكرة إلى نهايات المرحلة الابتدائية، وتحديدا في الصف السادس الابتدائي في مدرسة في مدينة الميادين يقال لها مدرسة الحسن بن علي بن أبي طالب. مدارسنا القديمة كانت كلها بأسماء آل البيت، طبعا نحن سنة أبا عن جد. أقدم مدرسة عندنا، طبعا كل المدينة وكل المحافظة أصلا أو كل المنطقة سنة بنسبة 100%، ولكن حبا بآل البيت المدارس التاريخية، يعني مثلا أقدم مدرسة للذكور كان اسمها مدرسة علي بن أبي طالب، ثم بعد ذلك يعني فرخت مدرستين، مدرسة الحسن ابن علي بن أبي طالب ومدرسة الحسين ابن علي بن أبي طالب، هي مدارس جاءت بعد ذلك. وبالنسبة للإناث كان هناك مدرسة عائشة، السيدة عائشة، عائشة وهكذا. فهذه يعني عبارة عن هذه طريقة أهل السنة والجماعة عموما، يعني حب الأصحاب وحب آل البيت ولا يتكلمون في الخلاف الذي حصل بينهم. على كل حال، ليس هذا هو الموضوع. أنا درست في بعض هذه المدارس، لكن في المدرسة الابتدائية وفي نهاياتها كنت في مدرسة الحسن. لفت انتباهي أمر غريب، وهو أن الطلاب التلاميذ آنذاك يتجمعون معا ليشاهدوا أشياء. الفضول يقودني لمعرفة ماذا ينظرون، يعني طفل صغير. يعني حقيقة بفضل الله سبحانه وتعالى كنا آنذاك يعني نصلي في المدرسة جماعة، يعني نصلي هذا صف طويل في الباحة في الفرصة على الأرض نصلي جماعة. فهناك معلوم الطالب الذي يصلي من الطالب الذي لا يصلي. فحينما رأيت هؤلاء الطلاب مجتمعين، وقد تكرر هذا الاجتماع يعني أكثر من مرة، متكترين وينظرون إلى أشياء، هذه الأفلام التي يكون فيها النيجاتيف فقط، كانت آنذاك هناك أجهزة عرض مثل الكاميرا هكذا يستخدمها الأطفال، مثل التي يأتي بها الحجيج فيها صورة مكة والمدينة، يعني إذا جاء من الحج يأتي بهدية في هذه يكبسون أكثر من مرة فتظهر صور مكة والكعبة ومزدلفة ومسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد الخيف، وفي الأسماء ليتعرف الناس على هذا. فهذه وسيلة قديمة قبل الموبايلات وقبل يعني هذه الثورة الإعلامية الكبيرة. في ذلك العصر في ذلك الزمان كانت هذه يعني الصورة النيجاتيف، الفيلم الذي يكون هكذا معدني أو هذا ما أدري مصنوع من ماذا، لكن يعني فيه معادن ممغنط يعني، فتظهر فيه الصورة الخلفية. إذا ما عكست على الشاشة على ضوء معين، كان يسمى في زماننا يسمى الفانوس السحري. الفانوس السحري في المدرسة من وسائل التعليم، ما هو؟ يأتون بضوء هكذا يسلط على هذا النيجاتيف، فتظهر على الجدار أو على لوحة محددة قماشية صافية، فتظهر فيها الصور تماما. يعني إذا أرادوا أن يشرحوا شيئا فيأتون بهذه الأشياء. هذا في الزمان الماضي، ولا أظنه الآن يعني ولا أظنه موجود ولا أظنه الآن موجود، يعني أو على الأقل إذا وجد سيكون في الحاجة التاريخية. المهم، هذه الصور، هذه النيجاتيف وهذه أجهزة العرض كانت عند التلاميذ وكانوا يتجمعون عليها. فإذا ما أقبلت وأقبل معي بعض الناس ممن يعني يصلي، مباشرة يشمئزون ويعدلون جلستهم، ولا لا ما يصير، لا يجوز، لا يجوز هذا، ما يصير هذا، ما يصير ماذا قال هذا يصلي، هذا يصلي، فلا يحل له، لا يحق له أن يطلع على ما نطلع عليه نحن. أما إذا لم تكن مصليا فلك أن تفعل ما تشاء. الفضول حركني لأعرف ما هذا،
ما عرفت ولا رأيت ولا استطعت أن أرى في تلك المرحلة. لكن بعد حين كان هناك، كنت ضيفا عند جماعة، وكان هناك طالب يدرس هندسة أو طب أو كذا في الاتحاد السوفيتي القديم. كلامنا آنذاك، الشيوعية كانت منتشرة والاتحاد السوفيتي كان موجودا والحزب الشيوعي له مقر. فكان واحد من هؤلاء قادما من مكان، فاجتمع إليه يعني أصدقاؤه ومعارفه، وبعضهم يعني يعرفني وأعرفه جيدا، فأتى بهذه الأشياء. يبدو اشتراها، يبدو أنها في تلك البلاد تكون رخيصة، اشتراها واجتمعوا إليه. فسألته ما القصة؟ فقال لي هذه صور يعني إباحية. فعدت بالذاكرة إلى المدرسة، والمدرسة لم تكن بعيدة آنذاك، هذا الكلام بعد عدة سنوات من المدرسة. هذه الصور كان هناك، علمت بعد ذلك حتى عرفت المحلات التي توزعها، هناك أماكن معينة تبيع هذه الأشياء، تبيعها لتلاميذ المدرسة، وربما كانت يعني يعني لا أريد أن أفترض المؤامرة لكن لها وجه، ربما كانت يعني من خلال الحزب الشيوعي بالذات. الحزب الشيوعي كان من وسائله للسيطرة على الشباب الصغار الشهوات، خاصة في بلاد كل شيء ممنوع وكل شيء حرام وهكذا، ويأتون للطالب للتلميذ المنحرف، خاصة إذا كان يعني ذكيا في مدرسته، فيغرونه بهذه الأشياء وشيئا فشيئا إلى أن يعني تجر رجله، ثم بعد ذلك يرسل. هذه تأتي من الاتحاد السوفيتي القديم، وتوزع هذه الأشياء لتلاميذ المدارس. الشيوعيون ولا سيما في مرحلة شبابهم الأول، أنا أتكلم عن مرحلة يعني الإعدادية، نهاية الابتدائية وبداية الإعدادية، هنا يعني المراهقة تبدأ وتشتد جدا ربما في نهايات المرحلة الإعدادية، وهنا يحصل الاصطياد. علمت من الأساتذة الذين درسونا أن التلاميذ الشيوعيين آنذاك يعني يذهبون إلى الخمارات وهم صغار السن، ويذهبون إلى أماكن البغاء، كان هناك شيء اسمه دار المعلمين في الجيل الذي قبلنا. دار المعلمين هذه بعد الإعدادية تبدأ بعد يعني التاسع أو الثالث الإعدادي، ثم ينتسب إليها الطالب، يبقى 4 سنوات ثم يكون معلما بعد ذلك. فهؤلاء كان لهم راتب شهري مخصص، براتبه الشهري يذهب يقضي شهواته آخر الشهر في أماكن الفساد وفي أماكن الخمر ونحو ذلك. فتصور، وهذا الأمر في غيبة تامة للرقيب، أنا أتكلم قبل هذه الثورة الكبيرة جدا والتي يعني هذا الفساد يستطيع الآن التلميذ يصل إليه بدون تعب، ولكن يؤثر في عقله، يؤثر في إدراكه، يؤثر على ذكائه، يؤثر ويجعله منطويا، يجعله فاسد الأخلاق. يؤدون رسائل، حتى علمت أن بعض هذه المواقع تقدم الإعلان الخفي، يعني تقدم شيئا لا يحس به الناظر، فهي ليس تستغل الغرائز والشهوات وبحث الطفل الصغير عن الفضول وعما غاب عنه، لتقدم له مادة تؤثر، تطعن في ديانته وتطعن في عقيدته بالله سبحانه وتعالى. يعني من أمثال يعني الله، الناس هكذا كانوا معا يعيشون بلا ثياب ولا كذا، ثم جاء الأنبياء منعوا الثياب، وعبارات من هذا القبيل، لكن تأتي بطريقة ممنهجة، بطريقة مبرمجة من أجل إفساد عقائد الناس. الذين كانوا يتاجرون بهذا في بلدنا هم الشيوعيون،
يرسلونها وإلى طبقة الأطفال بشكل خاص. هذا الذي علمته قدرا، أظن هذا ممنوع، أظن في القوانين كان ممنوعا، ولكن تأتي يعني لا يوجد رقيب شديد عليها. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.